وأعتقد بأنه عطاء مجلس المستشارين في المشهد السياسي. لست هنا لتقييمه، ولكن للتاريخ أن يقيم هذه المرحلة. لم يكن مجلس المستشارين في يوم ما حسب اعتقاد البعض كما كان يعتقد البعض على أنه فرملة لأغلبية حكومية في مجلس النواب، ولم يستعمل هذا الحق، وإن قيل في الكواليس على أنه تكوين مجلس المستشارين، هنا اسمحوا لي نتكلم بصراحة في هذا الموضوع، كان من أجل فرملة حكومة ما، بل بالعكس كان من أجل تجويد العمل التشريعي والعمل الرقابي للبرلمان المغربي. والدليل على ذلك وعلى جودة العطاء داخل مجلس المستشارين، لن أذهب بعيدا، أحيلكم فقط على مشروع قانون المالية السنة الفارطة، والتي تم أكبر عدد تعديلات فيما يخص مشروع قانون المالية، الذي هو يعتبر أهم مشروع سنوي يمر بالبرلمان المغربي، من حوالي 800 تعديل من طرف جميع الفرق والمجموعات، وقبلت الحكومة 87 تعديل، قبول 87 تعديل من طرف الحكومة، يعني بأن هذه التعديلات كانت دقيقة، وأن من صاغ هذه التعديلات هم أناس يعرفون المجال جيدا، وهم أناس آتون من مشارب مختلفة، مشارب اقتصادية، مشارب اجتماعية، مشارب ترابية. ولذلك بأن عطاء مجلس المستشارين لا يمكن لنا نحن كمغاربة إلا أن نؤكد، وأنا في اعتقادي الشخصي، على أن دور مجلس المستشارين سيظل دورا رئيسيا ومحوريا في إطار ثنائية البرلمانية التي اختارها الدستور المغربي، ولم يختارها طرفا، ولكن اختارها من أجل تعزيز وتقوية المؤسسات أولا. ثانيا، دور مجلس المستشارين لا ولن ينحصر فقط على العمل ما أسميه دائما العمل الميكانيكي الذي نقوم به داخل مجلس النواب وداخل مجلس المستشارين، والمتعلق أساسا بالتشريع، مراقبة العمل الحكومي، تقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، إيجاد، وهذا ما نعمل عليه ضمن فريق المكتب مجلس المستشارين، إيجاد وظائف أخرى أولا تنسجم مع الدستور وتنسجم كذلك مع مكونات مجلس المستشارين، هي الوظيفة الأساسية التي نحاول من خلال ما طرحناه داخل المكتب المجلس الجديد من استراتيجية العمل على إيجاده. ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.